لا ما انا بأخذ واحد مش فاتح القناه دي عشان خاطر يقضيها تتبيله حكيم زياش. الواحد شكله بقى وحش، كل ما بيعمل فيديو على تشيلسي بيقول ان تشيلسي محتاج حكيم زياش، شكلنا فعلا بقى وحش قوي. يعني حتى المباراه اللي قلت تشيلسي مش هتكون محتاج فيها زياش، لان انت بتلعب ارسنال، يعني مفترض ان انت تعرف تكسب بسهوله. ارسنال مركز 15، الفرقه بيتناقشوا في احوال الهبوط، الدنيا بالنسبه لنا تكون عامله ازاي، انما تنزل الملعب 85 دقيقه يا ابن المفتريه ما فيش ولا كره شاطت على برد لانه اون تارجت صفر، حتى الكره الوحيده اللي جت هدف بعد كده قلت خير وبركه، يعني اخيرا في حاجه على التارجت. وحتى كمان لما جت ضربه الجزاء بقى تصويبتين فيهم واحده جون واحده ضربه جزاء. طب يا جماعه ال 85 دقيقه دول ما حدش حتى كان بيحاول يشوط، يقول لك احنا اهم حاجه نقعد نلعب كروستات لتامي، اللي هو طب ما عايز تلعب كروسات ما تلعب لجيرو، لا احنا نلعب لتامي. وناس كتير قوي تقول لك استرايكر ضد النهارده طلع بيب جوارديولا اللي جواه وعمل جيم عبقري وعمل جيم عالمي جدا، واعتماده على سميث راو واعتماده كمان على مارتينيلي وعلى ساكا فكره ممتازه جدا، وهو بيحاول يخلص من النجوم الكبار اللي هو ما مايكل ارتيتا ما كانش قدامه حل غير كده. يعني مفترض ان هو بيقول ان اوباميانج مصاب، ما عندوش ثقه في بيبي، ويليام برده مصاب، فطبيعي ان هو مش هيبدا بيهم. بس اللي مش طبيعي بصراحه هو المستوى المرزي لتشيلسي قدمه طول المباراه، يعني حتى لما قلت انك في اخر المباراه تدوس على ارسنال شويه كنت هتتعادل. وده اللي بيثبت لك ايه؟ ان انت قاعد مفيش شخصيه في الفريق، الفريق ما عندوش حماس، الفريق ما عندوش حاجات كتيره قوي جوه الملعب. مدير فني مفترض ان هو بيديها لهم، يعني مفترض مدير فني واقف على الخط، مفترض ان احنا هنكسب النهارده، مفترض ان احنا بننافس على الدوري، مفترض ان احنا بالصفقات اللي جايبينها دي التارجت بتاعنا ان احنا ناخد الدوري. انما النهارده بالمنظر العاره اللي لعيبه تشيلسي كانوا بيقدموه جوه الملعب، لا مفيش. هتقولي ما هو انت كاتب ان حكيم زياش كان مؤثر ووجوده كان لازم يبقى ضروري، ليه؟ هقول لك عشان خاطر حكيم زياش بيعمل برده نفس اللي بيعملوش في موسم مونتر بيعمله كوفاتيتش، ان هو بيلعب كروسات من اماكن غير متوقعه، وان هو دايما عنده تصويبات على المرمى. حتى راجل حكيم في مباراه زي دي كان عمل لك اون تارجت تصويبتين ثلاثه، حتى باقصى تقدير كان هيبقى شكلك حلو في الاحصائيات، يعني كان هيبقى شكلك مقبول جوه الملعب ان انت عندك شخصيه وان انت على الاقل عندك لعيب بيقدر يحرك المياه الرطبه. انما تبقى ماسك الكوره مش عارف تعمل بيها ايه وتدور على ان انت تيمو اجري، يابا تيمو مرهق بيلعب بقاله 16 ماتش ما بيركنش، ولا بتحاول ان انت تغيره ولا بتعمل له روتيشن عشان خاطر تحفظه من الاصابات، لا انت مخليه مكمل هو ويلا يا جماعه 4 3 3 نقول لك انتي ماتيو كوفاتيتش موسم مونت هو اللي يقوم بدور صناعه اللعب. لا يابا موسم اللي بيستخبى في اللعيب ده ولا يقوم بدور صناعه اللعب ازاي؟ وتقول لي لا اصل هو بسم الله ما شاء الله مستقبل انجلترا في صناعه الالعاب. طب بالنسبه للاطراف والله بوليسيتش هيحل لي المشاكل ناحيه اليمين وتيمو شغال ناحيه الشمال وعندي تامي ابراهام مهاجم. طب تمام عملت ايه بقى الشوط الاول؟ مفيش، استحواذك بسم الله ما شاء الله معاك الكره طول الوقت، طب شوط على الجول العب كورسات، طب العب كورسات ما بتاخدش اي حاجه، مش عارف تاخد كرات عرضيه من بابلو ماري ولا كمان عارف تاخد كرات عرضيه من جابرييل، والاثنين عملوا جيم عليك عالمي، وجمهور ارسنال يقول لك والله يا جماعه احنا عندنا خط دفاع ممتاز جدا اللي هو ده خط هجوم تشيلسي والله العظيم يابا. ارسنال عمل مباراه ممتازه، ارسنال بيحاول يرجع من بعيد البعيد البعيد البعيد، بس عادي ممكن تلاقي ارسنال غلب قدام برايتون سهله جدا الاسبوع الجاي. هتقول يعني يكسب تشيلسي ويكسب من برايتون؟ اقول لك تشيلسي هو اللي عار مش ارسنال، هو اللي كان في الشيخ النهارده. دور على الهدف الاول، ضربه جزاء عملها ريجيمس، طبيعي بيعمل ريجيمس الحاجات دي، ضربه جزاء بيخش لاكا زيت يجيب الهدف الاول. الجون الثاني برده كره ثابته اللي هو طب شغل مايكل ارتيتا بقى بتاع مايكل ارتيتا جوه الملعب، ايه الجمل التكتيكيه اللي الفرقه جابت بيهم اجوان؟ لا ما بطلنا نعمل احنا الكروسات اللي بيعملها مارتينيلي او اللي كان بيعملها كارين تيرني، فدلوقتي اللي بقى بيعمل بنجيب اجوان من الكرات الثابته وبنقول ان والله يا جماعه ارتيتا عمل جيم تكتيكي عالمي. يا عم ماشي، ما نقول ان تشيلسي هو اللي كان مالطو وتشيلسي ان هو يستحق الخساره. مهما كان خصم تشيلسي النهارده كان يستحق ان تشيلسي يطلع خسران جوه الملعب. هتقولي ما الراجل حاول ان هو يعمل تغييرات، والراجل على الاقل فكر ان انا محتاج اغير وانزل جورجينيو عشان خاطر امسك كوره. طب ما انت ماسك كوره يا ابني، عملت بام الكوره ايه وانت ماسكها؟ ما عملتش بقى اي حاجه. بص انا هنزل كاي هافرتس بالنسبه لكاي، وان الاعلام الانجليزي عمال يقطع في اللي جابوه، وان الولد بسم الله ما شاء الله مش لاقي نفسه، لا انا هنزل كاي واخليه يقوم بدور صناعه الالعاب اللي هو. طب بالنسبه مونت، لا ما انا هطلع مونت بقى يهاجم عشان خاطر هغير انا هناك، هغير تيمو واخلي موسم مونت يهاجم وهنزل كمان معاهم هوتسون أودوي. ولا يا جماعه بقى هنلعب بعد الهدف الثالث اللي سبحان الله يا اخي بياكو ساكا نفسه الولد رافع كروس عالمي، الكروس يجي ايه؟ الكرة تيجي خبطه في العارضه وتيجي مخلصها 3-0 اللي هو ايه النحس من الجزمه اللي جه في الفرق؟ يعني مش عاملين اداء جوه الملعب وحالتنا مرزيه، وكره عرضيه بتترفع تيجي لافه في الجون، مش كده والله، يعني مش كل الحاجات الاشكاليه دي بتحصل جوه بعض في الملعب، وفجاه تلاقي نتيجه 3-0.
تشيلسي كان ممكن يرجع ثلاثة، كان ممكن يرجع ثلاثة علشان خاطر ارسنال الهشاشة الدفاعية عنده موجودة برضو، انني عمل مباراة حلوة، شكل عمل مباراة حلوة، بس مع ذلك كنت تقدر ان انت في اخر 10 دقائق ترجع تعادل 3-3 عادي جدا، كان الموضوع سهل وبسيط، وده اللي بيثبت لك قد ايه تشيلسي كان مرزي النهاردة جوه الملعب، اللي هو برغم ان ارسنال عامل عليك جيم وان سايد جيم وعامل عليك جيم ممتاز جدا جوه الملعب، بس برغم كده كنت في 10 دقائق ممكن تعمل 3-3، ودي مشكلة بالنسبة لتشيلسي الجمهور معتقد ان الفرقة بتنافس على الدوري. لا، مع احترامي ليك فرانك لامبرد مش هيوصلك ان انت تنافس على الدوري، لامبرد هيوصلك دايما في حته ان انت والله ننافس على دوري الابطال ونحاول ان احنا ننافس على المراكز التوب فور، ده اخر فرانك لامبرد كمدرب، انما فكره ان هو ياخد الفريق ويوصل بيها للمرحله الثانيه من اول الموسم، وانا بقول لك ان فرانك لامبرد مش مدرب ينفع ياخد تشيلسي لمرحله ان هو ينافس على طول، عشان فرانك لامبرد بقاله سنه ونص تقريبا بيحاول ان هو يبني خطه لعب ويبني طريقه لعب جوه الملعب، ولا عارف يبني خطه لعب ولا عارف يبني طريقه، يعني النهارده خسر بال 4-3-3، الماتش الجاي ممكن تلاقيه يلعب 4-2-3-1 او 4-4-2 عادي جدا، ليه؟ عشان خاطر هو بيتعلم زيه زي ما كان ارتيتا في ارسنال، ومش ابن النادي بقى واسطوره النادي وايكون النادي، وكل ما حد يجي يتكلم يقول لك ابننا، خلاص يابا ابنك لما يعك خده على حجرك وقول له اعمل اللي انت عايزه، بالظبط كده لامبرد النهارده خربها، خلاص سيبه يعمل اللي هو عايزه ونستنى لما حكيم زياش ربنا يكرمه ويرجع من الاصابه يحاول يعمل هو الفرق الهجومي لوحده، علشان خاطر احنا عارفين ان الفرقه محتاجه مدرب ومحتاجه قائد جوه الملعب، علشان تياجو سيلفا ينفع يكون قائد للفريق جوه الملعب ولا لامبرد ينفع يكون مدرب بره الملعب، وغير كده بصراحه احنا كفينا وعطينا. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك واقعد اشتم في الكومنتات براحتك زي ما انت عايز، قول ان انا بطبل زياش، بس لما زياش يرجع ويشيل الفريق ما تقعدش تقول ان والله حكيم هو اللي بيعمل الفرق جوه الملعب، عشان وقتها برضو هتكون انت بتقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله، بس وقتها سبحان الله مش هتكون انت بتطبل واحنا هنكون بنطبل، ما اعرفش والله.